قول السائل: ما حكم الشرع في من يشتغل مع رجل لا يصلي ولا يصوم ولكنه له مشاريع إفطار الصائم وغيرها من الأعمال الخير؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. إذا كان لا يصوم ولا يصلي فإفطاره الصائم باطل ولا له أجر فيه، ما له أجر فيه، ولا تشتغل عنده، اشتغل عند المسلمين، والأعمال التي عند المسلمين كثيرة ولله الحمد، يغنيك الله عن هذا الكافر. نعم، لا تصاحبه. نعم.